أنا أعتبر هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات على المستوى الآلية وعدو الفرس، أسوأ انتخابات جرت في العراق بشكل عام. ليش يعني انه الكتروني الكل نادر يريد الكتروني؟ الإلكتروني كان رافق هذا التصويت جملة من المخالفات والخروقات، ونحن في كردستان لدينا يعني ملاحظات حقيقية حول الانتخابات. اليوم الجيل الجديد نشروا خروقات التي حدثت ونشروا يعني أصواتهم حسب الأوراق اللي حصلوها من يعني من المفوضية، من كانوا يعني بعد الانتهاء التصويت بهاي الاستمارة الإلكترونية، فطلع الفرق بين أصواتهم اللي أعلنتها المفوضية الآن وأصواتهم الحقيقية شيء 300 ألف صوت يعني. فهي كارثة، التغيير أعلى من الجيل الجديد طبعا حصلوا على الأصوات، فبالتالي وين هذه الأصوات، وين راحت؟ طريقة التصويت كان سلس وما بيها مشاكل، ويعني بس فنيا اكو مشاكل، فنيا بيها مشاكل كثيرة. يعني بعد الانتخابات يتحدثون انه الشركة الفاحصة ما كانت مستعدة لفحص الأجهزة، الأمم المتحدة عدت تقرير أصلا ما ماخذين بالتقرير الأمم المتحدة اللي يتحدث عن المشاكل الموجودة داخل هذه الأجهزة. فبالتالي المفوضية يجب أن يحاكم برأيي، هذه المفوضية أسوأ مفوضية، رغم أنه أنا من الناس اللي صوتت ودافعت وقاتلت أنه حتى يجون هذه المفوضية، وندمانة وأعتذر من الشعب العراقي وخصوصا شعب كردستان اللي كنت سبب في أن يتم سرقة أصواتهم من قبل هذه المفوضية.